ولاية السويق من الولايات الكبيرة واللي فيها عدد سكان جدا كبير. بالله عليكم، هل يعقل بأن سوق الخضرة والفواكه بولاية السويق بهذا الصورة اللي تشاهدونها أمامكم؟ وكأننا في بداية السبعينات. تخيلوا أن هذا السوق يا جماعة الخير هو سوق الخضروات والفواكه في ولاية السويق. عريش، الله أكبر. السلام عليكم، كيف حالكم؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. الحين ما عملوا لكم شبرة؟ أبداً أبداً أبداً، من فترة هذا الكلام تكلمين ويو ناس. وهذا الحين هو هذا السوق؟ هو هذا السوق. ما بنوا لكم ابدا وتصلون عرق عرق ماشي حلتك الانس. ها الله اكبر. وتبيعوا هذا المكان؟ هذا المكان وعلى هذه الحاله. اي من سنين من سنين من سنين هاي الكلام من سنين. لا اله الا الكبر القديم هناك. ابوي من سوى لكم هذا السوق؟ وحدنا مسويناه بعده. ها وحده من العصب النخيل. يعني كسوق مبني من اول باتنا البلديه. اول اولها وكلنا روحت من شاهين. شلت شاهين؟ شاهين ما بقى شيء. والحين سوينا وحده من عصف النخيل. عصف النخيل اعانكم الله وحدنا. اعانكم الله. هذا عصر من يوم شهر 10 شاهين اظن. ولليوم لليوم عريش بس. اعانكم الله وحدنا. اعانكم الله. هذا عصر من يوم شهر 10 الظاهر انه كان في سوق معمول شو تلاحظون، ولكن إعصار شاهين شله. ولكن اليوم أنا كمسؤول بلدية كيف أرضى؟ يعني هذا بالله عليكم ما يأخذ وقت، ما يأخذ وقت. عبر منك أبو العز، شوف يعني هذا الحين بالله عليكم هل يأخذ وقت؟ هذا حديث بسيط أني أنا أعمل مظلة بشكل راقي ومرتب لهذول الناس. طيب هذول هذا الحديد نقول تأثر بإعصار شاهين، كم بياخذ وقت هذا الحديد؟ وكم بياخذ مبلغ أن إحنا نعمل شبرة مرتبة فيها مراوح فيها يعني ما لازم مكيف يا أخي، مراوح لهذول الناس يصبوا عرق صيف حرارة رفقا بهم. هذول يعيشوا على قوت يومهم وعلى اللي يبيعوه من كرتونة كرتونين. أرجوكم رفقاً بي.